بونا يا بونا دي لدغة. الكلام الطاهر لا يخرج من اللسان بل من القلب. ننسى الكلام، مش هكلمها، دي ما بتشوفش. طبيب الكنيسة قال ان في امل انها تشوف. خلاص جوزها الطبيب. جوزت اختها الشهر اللي فات برضو. ايه جسد ايه وشعر ايه ولسان ايه ولدغة ايه؟ المهم يا ابني الروح اللي انت هتعيش معاها. روح ايه اللي هعيش معاها وانا هتجوز فين؟